مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. كما عودناكم في سهراتنا الرمضانية كل يوم الساعة 10 مساء نتكلم في موضوع مهم جدا جدا لأبناء الجالية. نحكي فيه عن همومهم، مشاكلهم، مشاكل أطفالهم، تحديات اللي بتقابلهم. اليوم خصصنا هذه الحلقة عن رمضان والتغذية الصحية في رمضان. طبعا زي ما كنا بنعرف، يعني رمضان شهر الطاعة والمغفرة، شهر العطاء والعبادة، ولكنه أيضا شهر الصحة والتوازن. نعم، يجب استغلال هذا الشهر بتحسين الصحة وزيادة الطاقة من خلال التغذية السليمة الصحية والابتعاد عن الأخطاء الفادحة للأسف اللي بنقوم فيها وتذهب بفوائد الصيام اللي أرادها الله سبحانه وتعالى لنا. اليوم استضفنا لكم الدكتورة ميسم حسن عشان تكون معنا في بث مباشر، راح تجاوب على أسئلتكم، راح تجاوب على أسئلتنا. أهلا وسهلا فيك دكتورة. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وشكرا كثير إلكم، وثانك يو دكتور جمال فور هافينج مي. إن شاء الله يا رب يكون الشهر شهر فيه كل الخير وكل البركة علينا، وزي ما قلت نقدر نستفيد من هذا الشهر، لأنه هو عن جد it's a very يعني شهر مميز إلنا إحنا، لنقدر نعامل جسمنا ب the best way that we can، ونقدر نستفيد منه هذا الشهر إن شاء الله. طيب أول شيء، الجمهور يمكن ما بيعرف الدكتورة ميسم، عرفينا عن حالك، مين الدكتورة ميسم؟ Yeah. I'm a naturopathic doctor. So هو هذا اختصاص basically احنا الطريقة اللي بنعالج فيها ال patients تبعيتنا it's very natural based. So بنستخدم الأعشاب، بنستخدم الفيتامينات، كثير بنعالج بالدايت أو يعني من ناحية التغذية. بنحاول كثير إنه قد ما نقدر نقعد مع ال patients تبعينا ونحاول عن جد نعملهن التريتمنت بلان تكون هي متخصصه كتير حوالي ال their own specific life. فمش كل حدا باخذ نفس التريتمنت بلان، حتى اذا كان مثلا اثنين جايين عندنا، اثنين بيعانوا من الصداع، كل واحد بيكون له تريتمنت معين له حسب حياته، حسب نمط حياته، حسب نوع اكله، حسب اللايف ستايل تبعه. فهو it's a different kind of way of looking at health. Great. جريت، ذكرتيني بالطب الصيني. لما انا درست في الصين درسنا طب صيني، فعلا كانت كل مريض ياخذ سبيسيفاي، يعني طريقه معينه في العلاج، وطريقه حتى اثنين زي ما حكيتي بيكونوا نفس المرض بس كل واحد بياخذ علاج مختلف لانه بتختلف حالته عن الاخر، مش زي العلاج التقليدي. بالضبط. وواحدة من الأشياء اللي بنعالج فيها كمان هو الطب الصيني والأبر الصينية، بنستخدمها كتير. وزي ما انت حكيت، يعني زي ما انت تفضلت انه صح، انه كتير بيأمنوا انه كل انسان، يعني حتى صح انه احنا عندنا نفس الاعضاء بجسمنا، بس even though مع هذا الاشي لسه في كتير اختلافات بالنمط الحياة. فعشان هيك احنا لازم لما نعالج انسان، انت ما بدك بس يعني تعطيه band-aid، انه band-aid solution بيقولوا له انه بس خد هاي الشغلة وخلص، هاي اللي حتساعدك. لا، انه كيف نقدر نعلم اللي قدامنا، اللي قاعد قدامنا، ليقدر هو مثلا يقدر يغير حياته، يغير نمط حياته، عشان ما يصير عنده هاي المشكلة ترجع له بعدين. أكيد، يعني أعتقد إنه هاي صعوبة هذا النوع من الطب اللي بتمارسوه أنتوا، لأنه يعني في الطب التقليدي بيجيك واحد معاه التهاب، إحنا بالأردن بنحكي بتسلخه أنتي بيوتك وخلاص وضعه بصير تمام. كله بيجي واحد انتي معاه بعدك. كله أنتي بيوتك ريفانينو أنتي بيوتك. بس في طبكم أنتوا لا، بدك تدرس كتير شغلات وتدرس حالات معينة عشان تقدر تعطيه الشغلة المناسبة له واللي ممكن تفيده ويستفيد منها. هلا أنا في عندي سؤال تاني، أكيد. حضرتك في أي مدينة؟ عشان إذا في عندي بشتغل بعيادة بميلتون وبشتغل بعيادة بباري، سو احنا بأونتاريو، أوكي بأونتاريو كندا. بيرفكت، ساوندز جود. عشان اذا في حدا بحب انه يتواصل معكم، حنحط برضه الكوردينيشن تبعت الدكتوره اذا بحبوا يعرفوا العياده. دكتوره طيب، خلينا اول شيء انا بدي ارحب بجميع المشاهدين، معنا ناس من الجزائر، معنا ناس من كندا، اهلا وسهلا فيكم. بنرحب بجميع المشاهدين، اذا عندكم اي استفسارات ممكن تحطوها في الكومنتس، في رقم تليفون تحت الشاشه، ممكن تقدروا
تواصلوا معنا وإن شاء الله نقدر نجاوبكم على الأسئلة. دكتورة ميسم، خلينا نحكي بشكل عام، شو أنواع الإغذاء اللي بنأكله؟ مش كله واحد أكيد، عشان نعرف قبل ما يعني بتفصيل بسيط، بدناش ندخل بتعقيدات، تفصيل بسيط لو تقدر تفصل لنا شو أنواع الغذاء. أنواع الغذاء هي محتوية عن البروتين اللي هو إحنا كتير بنحاول بقد ما بنقدر إنه نأكل أنواع من البروتين اللي هي تكون كتير healthy، والأنواع عن البروتين والدهون كمان اللي بتكون الهيلثي فاتس، يعني مش الأشياء المقالي والسمبوسك اللي إحنا بنقلي كتير نعمله، وفي الكربوهيدرات كمان، عندك الكربوهيدرات كمان كتير مهمة للواحد يقدر يكون عنده انرجي وطاقة بنهاره، بس في نفس الوقت نوع الكربوهيدرات كمان بيعمل different، عنده different effects بالجسم. الكربوهيدرات اللي بتحكي فيها السكر كمان؟ Yes. أوكي. طيب شو رأيك نبدأ نحكي عن هذا الموضوع، لأنه هذا يمكن أكثر مواضيع حساسة وصار عليها ديبيت في الفترة الأخيرة. Yeah. بروتين دايت، فات كيتو، فات دايت، مش عارف كارب دايت. يعني أنا صراحة بدي أحكيها كلمة هيك بعد إذن الدكتورة. The best diet is the natural diet. إنك تأكل كل إشي بتوازن. Yeah. شو الأفضل شيء دكتورة، يعني إذا أنت بتوافقيني هذا الوضع، شو أفضل برسنتج إنه نقدر نحاول؟ طبعا صعب إنه نكون 100% خاصة بأكلنا العربي الدسم إحنا. دسم إحنا منسف وأشياء حركات. أيوة. يعني مسخن بزيت مسخن. يا نو صح، أنا أكيد بوافقك بالرأي. أكتر إشي وأنسب إشي طبعا اللي هلأ ما عندهن أمراض، لما الإنسان يكون ويواجه مشاكل بصحته صحية بيكون مارق في مرحلة لازم مثلا يعمل كنترول أكتر، هذا موضوع مختلف، وقتها يمكن نوع سبيسيفيك دايت تفيده أكتر من الدايت اللي احنا حنحكي عليها بأغلبية الوقت، اللي هي في كتير عنها ريسيرش انها هي اللي عن جد بتفيد الناس من نواحي كتير مختلفة. الدايت اللي أنا درست عنها أكتر إشي وشفت إنه في إلها فوائد أكتر إشي هي الميدل إيسترن البالانس دايت اللي إحنا ببلادنا كتير متوفرة، بس للأسف إحنا كتير منزود في أشياء المفروض إنها نعمل بالانس أكتر فيها. So هاي الدايت بتعتبر it's consistent of إنه الواحد يأكل a lot of proteins, healthy proteins من different sources. So في عندك البروتين تقدر تأكله من السمك، بتقدر تأكله من الدجاج، بتقدر تأكله من اللحمة، بتقدر كمان تأخذ بروتين بالدايت من العدس، من البينز، من الفول، من الحمص. كل هاي كمان فيها بروتين، وكمان في عندنا خضرة كمان في عندها نسبة منيحة من البروتين زي البروكلي، فهاي شغلة كتير منيحة. الدايت كمان بتكون فيها خضرة كتير، سو أي أنواع من الخضرة هي بتعتبر لسه كتير منيحة للجسم لأنه فيها كمية من الألياف بتكون عالية، وطبعاً الألياف كتير مهمة بالجسم لأنه يعني it's important للواحد يكون عنده regulation بالbowel movements. هاي الباول موفمنت يمكن انت دكتور فيك تساعدني فيها كيف نترجمها، الحركه في الامعاء. يس اكزاكتلي. سو هاي الشغله كمان كتير مهمه لانه اي وقت الواحد بيكون صار عنده ما عم بيروح مثلا على الحمام او ما عنده حركه بالامعاء بالانس منتظمه ريجولر بصير عنده مشاكل صحيه، فهاي الشغله كمان كتير مهمه. So حكينا عن الخضرة، حكينا عن البروتين، الدهون، الفاتس، الهيلثي فاتس. إحنا بنأكل كتير يعني بسبب موقعنا الجغرافي في بلادنا إحنا العربية بنأكل كتير من الزيت الزيتون. الزيت الزيتون من أحسن أنواع الدهون اللي بنقدر إحنا نمتصها بجسمنا بنقدر نأكلها، والناتس اللي هي مكسرات كمان المكسرات فيها نسبة عالية من الدهون لما تكون مش محمصة raw. Yeah. وقت ما نحمصها ونحط عليها باربيكيو فليفر ونحط عليها مش عارفة ايش فليفر، وقتها بنكون عم نحول الدهون من الدهون الصحية عن جد بالجسم بنحولها على دهون مش كتير صحية.
So هاي الأشياء إحنا عنا relatively بناكلها كتير بالدايت عنا، بس إحنا بناكل نستخدم كمان أمرات اللي بنقلي، بنعمل كتير أشياء مقالي، وبناكل كمان سكريات كتير عنا. يعني إحنا لازم نحلي بكنافة، لازم نحلي بقطايف، لازم نحلي بأم علي. فهاي هون من هاي الناحية بنصير إحنا نلخبط بال blood glucose regulation تبعنا، وهاي الشغلة اللي كتير كتير بتضرنا. بالإضافة اللي إحنا بناكل كمان خبز كتير، رز كتير، الباستاز كتير، فبدل ما نعمل يكون عندنا more balanced diet، لأنه إحنا عن جد نعمل كتير أشياء كتير صحية، بس on the other side بسبب السكر، بسبب الرز والخبز وهاي الأشياء اللي إحنا بنأكلها كمان، بصير عندنا اختلاف في التوازن. اللي هو بتسمعوا عنها كتير بالإنجليزي بيحكوا لها الأنسولين سبايك، هاي اللي بضلها تطلع وتنزل بتصير. طبعاً في اسكندر بيحكي أنا I feel off these days. Recommendation please and thanks. I think يعني أنا بدي أركز على شغلة إنه رمضان شهر مفروض يكون أفضل شهر إنه نظبط فيه جسمنا. للأسف اللي بيطلع من رمضان مش مظبط جسمه وخسران بكون أكيد أخطأ في موضوع الأكل، يعني هذه 100%. وعشان هيك اليوم إحنا حابين نتكلم مع الدكتورة ميسم عن الأخطاء اللي بتصير في رمضان. طبعا في سؤال تاني بيحكي please if you can name things food in Arabic. إحنا عم نحاول بالعربي. بروكلي يعني أتوقع إنه English and why not French. للأسف يعني لغة الفرنسية ضعيفة يعني، بس بعرف إذا بتعرف. بنحاول قد ما نقدر إنه نلتزم بالعربي. العربي يس إن شاء الله. يا دكتور محمود الصوص يمكن بتعرفيه، دكتورة ميسم هو عندكم في مستساقة. بقول لك good diet plus healthy way to prepare the food plus the organic source of the food is important. صح دكتور، انا بشوف دكتور دائما بطبخ على حطب وبالجرة يعني عنده مزاج في الاكل. صراحة انا حابب ازور ميسيساغا بس عشان ازور الدكتور محمود يعني. المزاج الرايق كمان صح، والنية لما انت بتحضر الاكل. عملت انا بوست هديك اليوم على الانستغرام about intentions، لما الواحد يطبخ بنفس، لما الواحد يكون عن جد عنده النية انه بدك تطبخ هالشغلة عشان بدك تغذي جسمك، كمان هاي طاقة تتحول على الأكل، تتحول بعدين لجسمك. فهاي كمان صح، المهم الواحد إنه يأكل أنواع من الأكل اللي هي تكون أكتر إشي مفيدة بالجسم، نفس الوقت كمان إنه يستخدم هذا الوقت لبرنامجة الأفكار اللي عنا إياها، برمجة النية اللي إحنا بنعملها وإحنا بالطبيخ، إنه مش هاي إشي شغلي روتينية لازم أعملها. نو، هاي شغلي أنا بدي أسويها لجسمي عشان بدي أفيد جسمي، بدي أحسن لجسمي، يعني بدي أعامل جسمي في طريقة منيحة. فهاي كمان it's important. طيب دكتورة ميسم، أنت حكيت أنت عندك أكتر إشي، أنا شفتك اكتف على الانستغرام، اذا بتحبي تحكي للجمهور اذا بحبوا تو فولو يو الانستغرام تبعك. Yeah, I would love to anyone that wants to follow me. It's my handle is at drmaysam underscore nd. So nd للناتروباثيك دكتور. اوكي. دكتورة، فيتامينات. فيتامينز والمينرالز، هذه اللي مجننيننا فيها. سبلمنت. شو رأيك في الموضوع؟ يا هو شوف، أهم إشي إنه إحنا أول شيء نكون عنا knowledge، يعني العلم، إنه نكون فاهمين إنه بس عشان شغلة نعتبرها natural أو إنها طبيعية، هذا لا يعني إنها هاي الشغلة safe. يعني هاي الشغلة كتير مهمة إنه إحنا كلنا نكون عارفينها، مش أي إشي natural بلاقيه يعني هو هذا إشي عن جد صحي وسيف إلي، يعني لأنا لأخده. طبعاً إذا بدكم تضيفوا أي إشي على الروتين تبعكم الصحي، المهم كتير إنكم تحكوا مع الدكتور تبعكم يكون هو عارف، لأنه في كتير مثلاً بالسبلمنتس في كمان أشياء كتير بتأفكتس، يعني بتأثر على الأدوية اللي أنتوا بتخطوها، فخاصة إذا هاي السبلمنتس كمان فيها أعشاب. هو العشب إحنا صراحة بنستعمله كنوع من العلاج، أو الأعشاب مختلفة يعني. So just because it says it's natural it doesn't mean إنه it's safe. وإذا بدنا نأخذ أي إشي
مهم انه الدكتور تبعنا او الهيلث تيم تبعنا اللي عم بيشتغل معنا يكون عارف شو عم نعمل. بدك اياه يكون in the same page عشان هو اللي رح يقدر ينصحكو اكثر شيء انه هذا الشيء عن جد بناسب جسمكو، عن جد بناسب حالتكو ولا لا. هاي شغلة كتير مهم انه الواحد يعني يحكي فيها. تاني اشي، في امراض يعني في supplements it's more important الواحد ياخدها في حياته at different times. يعني مثلا اذا حدا عم بيحاول، اذا حدا بده يحمل او بده يكون pregnant، في وقتها هاي يعني يمكن هو يمكن هي هاي المره تكون يعني محتاجه اشي extra في جسمها. The other thing إنه في ناس كتير عندهن مشاكل بالأمعاء ومشاكل بامتصاص المعادن والمينرالز والفيتامينات من الأكل، لأنه عندهن مشاكل بالهضم، أو عملية الهضم، هي عملية الهضم. Yes. Yes. So من هاي الناحية كمان هدول الفئة من الناس ممكن كتير إنه يستفيدوا من السبلمنتس. مش كل السبلمنتس، امرات هن بيكونوا في عندهن بس مشكله في شغلات معينه. سو احنا نقدر نعرف ايش انت جسمك بحتاج. امرات نعمل تحاليل دم، نعمل تحاليل دم لفيتامينات مختلفه زي الفيتامين دي، زي الفيتامين بي 12، زي نسبه الحديد اللي عندك المخزون بجسمك. هدول بلاد تيستس كمان كتير مهمين، مش بس عشان احنا نعرف ايش جسمك محتاج، بس عشان نعرف ايش الدوس المفيده لجسمك. So شغلي كتير بشوفها إنه في ناس مثلاً بيقولوا لي بس أنا مثلاً ما باكل 100% كتير healthy، بس عم باخد ملتي فيتامين. So هذا الملتي فيتامين إحنا ما بنقدر نقول إنه هو هذا الملتي فيتامين أنسب إشي لجسمك، لأنه كمان هن بيحطوا أمرات very small dosages، يعني الدوس بتكون كتير كتير صغيرة اللي بالملتي فيتامين. صح بيكونوا حاطين لك يعني كتير different أشياء مختلفة، بس الدوسز كتير بيكونوا very small amount. يمكن هاي الشغلة كمان ما تفيد لك جسمك. صح أنت عم تأخذ مثلاً B12 ويمكن أنت عندك نقص B12 بجسمك، بس you're not taking it بالamount اللي هو حيعمل لك أنت مفعول بجسمك. So what's the point إنك تاخده؟ So في كتير أشياء، بس تفوت على ال grocery stores، بس تفوت على shoppers drug mart، إحنا عندنا هون بكندا أي فارماسي، أي نوع يعني أي صيدلية، رح تلاقي كتير أشياء مختلفة هناك. وكمان ال other thing اللي بحب أوضحها إنه في different forms للفيتامينز. يعني مثلاً إحنا لو نحكي عن الفيتامين B12 لحاله، في مثلاً عندك الميثيل كوبالمين، عندك كمان three other forms of vitamin B12. فأمرات شو الـ nutraceutical companies بيعملوا إنهم ممكن كتير يحطوا لك الأنواع اللي هي ما بتكون highly absorbable، يعني ما جسمنا مش رح يمتصها كتير، بس هي لساتها تعتبر فيتامين B12. بدل ما يحطوا إنه النوع من الفيتامين B12 اللي هو كتير اللي هو أحسن، يعني it's the best absorbed format of it. So كمان هاي الشغلة I think a lot of us ما بنكون we're not aware of it. And just because it says مثلا B12 doesn't mean إنه خلص like that this is the best thing for me. Yeah. وطبعا أنا يعني بشاطرك الرأي، لأنه حتى في الآن مشكلة كبيرة في القطاع الطبي بموضوع الفيتامينز، إنه حتى يعني كانت فترة عم بيحكوا إنه they want to make it by prescription مش on shelf، يعني لأنه الناس صارت abuse الفيتامينز وتعتبرها هي الغذاء، خاصة التابلتس عم بحكي. yeah. ما بحاولوا يأخذوها من الناتشورال سورسز. وزي ما حكيتي أنت، الأعشاب يعني الحشيش والماريخوانا ما هي أعشاب يعني، لكنها مضرة يعني، مش كل عشبة إنه يلا اغلي وكل. طيب في نادية بتسألك، في عندي مشكلة برمضان، الطاقة بالنهار بتكون ضعيفة جدا، ما عندي طاقة، شو نصيحتك لها؟ هلا هو لما نحكي عن الانرجي، انا كتير كتير بحب اعالج الناس اللي بيكون عندها low energy، لانه في different aspects of energy. يا اما طريقه الاكل مش هي اللي افيد اشي لجسمك، يا اما ممكن يكون انه في عندك نقص يا بالحديد يا بنوع من الفيتامينات. الفيتامين دي والفيتامين بي 12 كتير لهن ريسيرش عن الانرجي وعن المود كمان، عن النفسيه يعني.
أمراض كمان ممكن يكون ممكن يكون في subclinical thyroid issue. So دكتور أنت فيك الترجمة. الثايرويد هي الغدة. الغدة تحت الغدة الدرقية. الغدة اللي هون. درقية. درقية. Thank you. بس the only way we can really know is trying to understand شو هي العوارض التانية اللي هذا الشخص عنده إياها. وتاني شيء طبعاً blood testing, إنه الواحد لازم يروح على المختبر ويفحص دمه ويشوف شو في عنده issues هناك ولا لا. هلا إذا كان specifically لرمضان, إحنا إذا كان السؤال specific لرمضان, أنا بس برمضان عندي not enough energy, أنا بنصح كتير إنه نركز على إن اللي شو عم تأكليه بعد الإفطار وعلى وقت السحور. وhow much water are, يعني ماي أداء أنت ماي عم تشربي بهذا الوقت ما بين الإفطار وحتى السحور. So الماي كتير مهمة لأنها بتعطي لها فوائد كتير طبعاً بالجسم وبتعطينا طاقة. وفي كتير ناس بتصدع وكتير كتير من الناس اللي بصدعوا ممكن يفكروا لأنه ناقصهن كافيين, لأنه ناقصهن البلد جلوكوز تبعهن واطي. بس كمان السبب كتير مهم للصداع إنه إحنا يمكن ما عم نشرب ماي كافية بهذا الوقت. عوائد السحور كتير مهم, إنه مثلاً إذا في متواجد عندكم اليوغرت اليوناني, الجريك يوغرت, فيه نسبة من البروتين كتير عالية, بتكون أكتر من اليوغرت العادي, من اللبن العادي. فاللبن اليوناني كتير مفيد لأنه البروتين بيساعد الجسم على regulating the blood glucose levels, إنه يخلي الجلوكوز اللي بالدم يكون متنظم بطريقة أنسب من لو من بدل من إنه إحنا عم نأكل مثلاً نوع من الغذاء فيه كمية من السكر عالية وما فيه بروتين. فعشان هيك إحنا كتير ننصح إنه الواحد على السحور يأكل إشي فيه بروتين, خاصة إنه لما نأكل إشي فيه بروتين, يعني مثلاً إذا حطينا بكاسة لبن يوناني وحطينا معاها مكسرات مش محمصة, وحطينا أضفنا كمان نوع من فواكه, هذا البول يعتبر بالانس للسحور لإنسان مثلاً ما عنده أمراض. أنا ما عم بحكي أبداً عن حدا عنده specifically مرض. إنسان الصحيح, يعني. Yeah, generally speaking. لأنه هذا البول رح يكون فيه بروتين, رح يكون فيه healthy fats, وهدول الشغلتين رح كتير يساعدوا إنهن يعملوا blood glucose levels regular for a longer period of time. فبسبب هاي العملية الواحد ما رح يصير عنده الجوع اللي هو كتير كتير قوي, الهانجر بانجز اللي منحسها إنه oh my god انضربت الانرجي تبعيتي مرة واحدة. وعلى الإفطار إذا منقدر نأكل مثلا بعد شوربة العدس أو الشورب اللي إحنا عنياها نأكل صحن سلطة, وشوي شوي نأخد نفس مش كله مرة واحدة يلا, يعني إنه خذوا نفس, روحوا قوموا صلوا, معلش شوي شوي اشربوا لكم كاسة ماي على الفطور. هذا على الإفطار هذا كتير مهم. وبعدين لما بدنا نأكل الأكل العادي نحاول إنه ما نأكل كتير رز, ما نأكل كتير خبز, ونحاول نعبي معدتنا بالبروتين والدهون الهيلثي تكون يعني healthy fats. هبة بتسألك, ممكن أعرف المكملات الغذائية اللي ممكن نأخذها مع بعض بدون أعراض جانبية مثل فيتامين دي وكالسيوم سي؟ كالسيوم مع سي. أنا صراحة مش هبة لو بس بتوضح, ما بعرف إذا فهمتي يا ميسم. ممكن هي قصدها إنه يعني إيش هن السبلمنتس اللي بنقدر نأخدها اللي ما حتكون يعني it's very safe, يعني الواحد ما يخاف أبداً إنه بأخذ إشي extra بجسمه من نوع من التابلت وما رح يكون عنده مثلاً أي أعراض. هاي it's very, أنا هيك فهمت السؤال, ممكن فهمته غلط ممكن صح, شو رأيك؟ أنا كمان مش كتير فاهم السؤال يعني, I don't know. بس yeah, in general أي مادة رح تخديها بجسمك, ما بنقدر نحكم عليها إنه ما في أبداً ولا أي عوارض extra يعني رح تكون بالجسم. حتى the most simple things, حتى الفيتامين سي اللي يعني كل حدا أكيد عنده بيته فيتامين سي, أبسط إشي إذا انتخذ في ليميت عالية في الجسم ممكن يسبب إسهال. So حتى الأشياء اللي كتير بسيطة, أي إشي رح يتاخد رح وإذا ما اتاخد في الطريقة المناسبة لإلك يعني أو لجسمه للإنسان ممكن يسبب أعراض.
يعني أنا my answer is I don't think there is something you can take ما إله عوارض أبدا إلا إذا مثلا يعني أهم إشي إذا ما بدك إذا بدكم تتجنبوا العوارض إنكم تحاولوا بقدر الإمكان تاخذوا المواد هاي الغذائية من الأكل هذا Yep. هو يعني إنكم تحاولوا تاكلوا healthy. Yep. إلك إلك مساء الخير من ميسم كمان ميسم كشاوي أهلاً اسكندر أهلاً بيسألك وسهلاً what's the best form of vitamin C في ناس بيعملوا عليه adding zinc وفي ناس بدون zinc ف what do you think هلا الزنك شغلة الواحد لازم يعرفها عن الزنك انه الزنك بيعمل for some people a side effect انه ممكن يحسوا ب لعي المعدة nauseous يعني ممكن يكون لعي المعدة يس تصير صح يا 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 سو سو ها الزنك لما اذا الواحد اخذ زنك المهم انه ياخده مع اكل عشان to avoid انه يصير عنده هاي السايد افكت تبعت لعي المعدة فحتى لو اخذ فيتامين سي وكان فيه زنك هاي كمان انه حاولوا قد ما بتقدروا تاخذوه مع اكل الفيتامين سي اللي بيكون ما بعرف كيف شو هاي الكلمة بالعربي بس buffered I don't know how to explain it بالعربي بس بيكونوا كاتبين على الفيتامين سي buffered هذا النوع من الفيتامين سي أسهل على المعدة للواحد يقدر يمتصه للفيتامين سي يب يب في سوزان اي ثينك بتحكي تنصحونا بفيتامين كويس هي مرضعة مرضعة انا ما بعرف انا بدي بس احكي شغلة هون موضوع الناس اللي عندهم مشاكل صحية افضل شيء انهم يراجعوا طبيبهم عشان ما ياخذوا اي معلومة خطأ او تكون مني او من الدكتورة بحيث انه تصير أعراض جانبية خاصة المرضعة والحامل في فيتامينات خاصة لهم ممكن يوصفهم الدكتور ولا شو رأيك دكتورة ميسون؟ 100% 100% أوكي هبة شرحت هون بتحكي كالسيوم مع فيتامين دي وفيتامين سي بيقدروا يمشوا مع بعض يعني هاي can we use them together؟ You can use them together. يعني ما في مثلا it's not a combination رح that is specifically bad but again يعني حتى مع الكالسيوم صار في research طلع in the last I would say 10-15 years عن انه كيف لما الكالسيوم يكون عم ناخده في من ال supplement form و we're taking a lot of it in the supplement form ممكن كتير انه الكالسيوم I don't know if you heard about this research بس ممكن يصير الكالسيوم deposits بالشرايين ف it's really important انه الواحد ما ياخد يعني عن جد انه هاي نصيحتي انه الواحد ما ياخد supplements إلا إذا هو عن جد بحاجة إلها والطريقة how to take it المفروض إنكم تراجعوا الدكتور اللي بيكون licensed ليقدر يعطيكم الـ advice عن هذا الموضوع طبعا في هذا الأخ اسكندر بيحكي ما معنى لبن يوناني الجريك يوغورت أنا بعرف لبن لو ممكن بالإنجليزي اسمه جريك يوغورت أعتقد هو من الجزائر الأخ اسكندر ف I think يعني هو لبن زي Greek لبن yogurt. لبن لي زي لي لبن زبادي اي ثينك بلادنا يعرف في كل Yeah. بلد بسموه بس احنا مشهور عندنا هون طيب هون بيحكوا لك انه سمعنا انه ما نشرب كافيين خاصة الشاي مع الحديد او السبانخ بتروح فائدة الحديد هاي صح. It is true. This is very true. الواحد لما بده يعني مشكلة إنه الواحد إذا أخذ كافيين من القهوة أو من الشاي بنعم مع نفس وقت ما هو عم باخذ الحديد تبعه سواء كان الحديد من نوع من الأكل أو من سبلمنت اللي بصير إنه في عملية الاثنين هدول الشغلتين رح يتنافسوا على إيش اللي رح يكون بمعدتكم absorbed إنه إيش اللي هو رح يكون ممتص بالجسم واحنا طبعا لما بدنا ناخذ حديد بدنا نخلي جسمنا يقدر يمتص الحديد فاحسن شيء انه الواحد ياخذ الكافيين away من الحديد طبعا انا بركز على موضوع الحديد الافضل انك تاخده مع فيتامين سي مع حامض عشان يكون امتصاصه اقوى واسرع في الجسم يعني عشان هيك احنا بالملوخية بنحط لمو حامض ليمون هاي يعني صحية دكتور وعشرة محمود العدس
مع شوربة العدس. الدكتور بيحكي العودة على النظام الصحي المتبع قبل 20 سنة فقط هو الجواب الأفضل. صحيح للأسف الآن صار عندنا كتير هارمونيك فود جين موديفايد وعم بحسنوا في الأغذية، لكن للأسف بتروح منها فوائد كتير. تفضل دكتور. في لستة بيطلعوها عنا هون بكندا كل سنة اسمها الـ Dirty Dozen List، فهاي اللستة بكتبوا لكم فيها الـ 12 of the يعني الأكل الأكل 12 من الأكل اللي إذا أنتم بدكم تروحوا تشتروها من السوبر ماركت شو هن هدول من الخضرة والفواكه المفروض إنه بقد ما بنقدر نجيبوهن هدول أورجانيك يكونوا. سو بيطلعوا لنا هن الليست حسب ما بعرف الريسيرش اللي هن بيعملوه كل سنة بتغير الأكلات الخضرة والفواكه اللي بيحطوها بهاي الليست على حسب ممكن هن شو بيكونوا عارفين عن الفيرتلايزر وعن الأشياء اللي بيستخدموها في الفارمينج لما يكونوا عم بيعملوا بحصدوا الخضرة والفواكه بهاي السنة. So I would encourage إنه أي حدا كتير بيهتم بالأكل الأورجانيك يفتح على يعمل جوجل سيرش على Dirty Dozen List ويحط رقم السنة اللي إحنا عايشين فيها عشان تطلع له هاي اللستة. طيب المية، المية هذه أعتقد أكبر مشكلة بتواجهنا خاصة في رمضان وفيما بعد رمضان وما قبل رمضان، يعني هاي شرب المي I think إنه من أكبر المشاكل اللي بتواجه الناس صحياً. بدنا تعطينا رأيك في المي، قديش لازم نشرب، كيف نشربها، وإذا في شوية نصائح للمي بشهر رمضان. Yeah, 6 to 8 cups of every day. يعني من بين 6 لـ 8 كوبايات مي باليوم. طبعاً بالنهار إحنا مش عم نشرب لأنه رمضان، بس يعني ما بين وقت الإفطار وبين وقت السحور مهم. كمان إذا إحنا عم نأكل مثلاً اللي زي ما عم نحكي إنه أكل غذائي صحي زي مثلاً الخيار بالسلطة، في كتير مثلاً نوع من الخضرة وأنواع من الفواكه كمان فيها محتوى منيح من المي، يعني it's still an added benefit. I think إحنا اللي شوي كمان نعمل أشياء مهمة نكون عارفينها، العصير اللي بنشربه ممكن يكون إذا عم تشتريه جاهز من السوبر ماركت وهو ممكن كتير يكون فيه محتوى سكر عالي، والشاي اللي بنشربها والقهوة بعد الإفطار هدول الشغلات بتخلينا نفوت على الحمام كتير. سو إذا أنت عم تشربوا مي بس نفس الوقت عم تشربوا الشاي وبتشربوا قهوة كتير بعد الفطور، ممكن مش كل المي هي المي رح تسقم معاكم لنهار التاني. So I would say أهم شيء إنكم تشربوا ما بين 6 to 8 cups، من 6 لـ 8 كوبايات من المي إذا بتقدروا، تخففوا من الشاي، تخففوا من القهوة، وتخففوا من العصائر اللي هي معمولة جاهزة وفيها سكر كتير. طبعا انا بدي احكي شوي على المي، بس في سؤال شو ال 12؟ هذه الليستة حكت عنها الدكتورة ب 12 نوع من انواع الخضار اللي لازم تشتريها او تحاولي تشتريها اورجانيك. يعني ربنا سبحانه وتعالى حكى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهذا مهم جدا انه ما نغير الماء بسوائل اخرى. زي ما حكيت العصائر فيها سكريات كتير، الشاي والقهوة المنبهات، مع انه ممكن نشربها بس مفروض انه ما تستبدل الماء. للأسف احنا معظمنا ما بنشرب كميات ماء كافية في الجسم، وهذا هاي بتسبب مشاكل كتير في الجسم يعني. فلازم تنتبهوا خاصة في رمضان، لازم تشربوا كميات كافية، لأنه معظم الناس، أنا يعني هاي بدي أحكيها، معظم الناس اللي بيفقدوا وزن في رمضان بيفقدوا وزن بالمي مش في الفات، لأنه ما بيشربوا مي كتير فبتصير عندهم مشاكل في الوزن. عشان هيك بعد رمضان بأسبوع بس بكون، أو يمكن حتى ليلة العيد بكون مرجع كل رجع طبعاً مش مرجع بلس 5 بلس 10. حنحكي عن السكر احنا بس. طيب هذا سؤال كويس، اي ثينك انه من هبه بتقول لك هل السكر البني افضل من السكر الابيض؟ شو رايك؟ هلا هو السكر العسل، هو العسل احنا دائما يعني انا الصراحه بفضل العسل لانه العسل لسه فيه فيتامينات ومينرالز اكثر من السكر.
ف اي ثينك احنا دائما بنحاول انه صار عندنا هيك نوع من الفكره انه اي شيء اسمر حيكون احسن، مش دائما صح. يعني صرنا نفضل مثلا الخبز الاسمر فوق الخبز الابيض، بنفضل السكر البني فوق السكر الابيض، بس نو يعني the amount of sugar might still be يعني they might still be very similar. بس النقطة المهمة إنه لو إحنا استبدلنا بالعسل، العسل at least فيه vitamins ومينرالز، السكر ما فيه as much. طبعا مشكلة السكر بشكل عام هي لما بصير عندك لما يعني خلينا نحكي لكم إياها، السكر لما يدخل الجسم بده إنسولين، الجسم بفرز إنسولين بكمية كبيرة بحرق السكر أو بوديه على الجسم على شكل دهون، بنزل الأنسولين، فأنت بتصير تشعر بدك سكر كمان، ترجع تأكل السكر برجع يرتفع عندك الأنسولين، وهي هاي المشكلة اللي هي الزجزاج هاي الرايح راجع. فيعني موضوع السكر لازم تنتبهوا كتير 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 منه، مش بس برمضان، بشكل عام خاصة الأطفال الآن. يعني أنا بشوف معظم السناكس اللي موجودة، بتروح على كوسكو بدك تشتري سناكس للأولاد كلها شجري، فما بعرف شو عندك نصيحة وحتى السبلمنتس كمان، الجاميز كمان كتير في بيكونوا أمراض حاطين فيها سكر. فأمراض في كتير ناس بيجيبوا أولادهم على العيادة إنه صغار وبدهم يدوروا على مالتي فيتامين يقدروا يعطوا للأولاد الصغار. كمان هاي كمان المالتي فيتامينز الجاميز بيكون فيها نسبة يعني من السكر. سو وزي ما حكيت، زي ما انت تفضلت انه هذا الزيجزاج هيك انه الانسولين بيطلع وبنزل بسبب البلد شوجر، الصيام هو بحاول يعني بيساعدنا انه احنا تو ريجوليت الانسولين تبعنا اللي بجسمنا. فانت من خلال عمليه الصيام وانت صايم هذا كتير مهم، بيساعد بتنظيم الضغط، بيساعد بتنظيم الإنسولين، بيساعد في كتير أشياء مختلفة بالجسم، ومنها من أهمها الإنسولين. يعني هاي I think إحنا منعاني ببلادنا كتير من الناس اللي عندها مشكلة بالسكري، مرض السكري، بسبب النوع من الأكل اللي إحنا بنأكله اللي دائما بيلخبط لنا البلد شجر ريجوليشن تبعنا، دائما هيك بصير عنا زيجزاجز بالبلد شجر. فلما نأكل إحنا البروتين والهيلثي فاتس بحاول يساعدنا، كمان بعد الإفطار بحاول يساعد على هاي العملية إنه ننظم الإنسولين. طيب بشكل عام شو بدك تحكي لنا عن رمضان؟ يعني أنا أنت حكيتي هلأ بديتي في موضوع رمضان، شو فوائد الصيام؟ يعني هلأ كتير ناس عم تحكي عن الصيام، في أبحاث يابانية حكت عن الأوتوفيجز والتنظيف الجسم من السموم، والآن صارت تطلع دايتس 5+2 اللي هي تصوم يومين وتأكل 5 أيام تطلع دايت. احكي لنا عن الصيام، شو رأيك فيه؟ شو الفوائد الصحية؟ والإنترميتنت فاستنج والإنترميتنت فاستنج هاي هلأ فيز طالعة كمان. وهو الصيام تبعنا الحمد لله هو نوع من الانترميتنت فاستنج. يعني الانترميتنت فاستنج انك انت مثلا بي you limit amount of كمية الأكل حدد كمية الأكل، يعني منحدد بيكون لها حد انه قديم ناكل بأي ساعات من النهار بناكل فيها. والintermittent fasting كتير إلها فوائد. هلا من الريسيرش اللي أنا عم بشوفه وبقرأ إنه actually الزلام هن بخسروا ويت أكتر بالintermittent fasting من النسوان. بس على القليلة you guys beat us there. بس it doesn't mean إنه الفوائد الصحية رح تفيد الزلام أكتر من النسوان. وإحنا الصيام طبعنا الحمد لله هو نوع من الانترميتنت فاستنج. سو في كتير مثلا ناس صاروا يفضلوا يصوموا حتى لو انه هن مش مسلمين ومش عم بيصوموا بسبب رمضان، بس عم بيصوموا بهذا النوع من الانترميتنت فاستنج اللي بيسموه مثلا 4 أيام او 3 أيام بالاسبوع على بكل اسبوع عشان يحافظوا على زي ما انت تفضلت البروسيس اللي هو اسمه الاوتوفيجي. سو الاوتوفيجي بروسيس basically انت بتعطي جسمك بريك، اوكي، عشان جسمك يقدر to get rid انه يتخلص من البروتينات اللي صارت dysfunctional، اللي صارت خربانة بالجسم. يعني انت
محطمة. فطبعاً الجسم بحتاج بريك، بحتاج ريبوست أو ريبوت، يعني زي البطارية بدها شحن جديد، لازم الجسم كمان يعمل له هيك شحن 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 أول وجديد. فهاي العملية الأوتوفيجي هي بتتسرع أو بتكون كتير لها مهم دورها بوقت ما إحنا نكون صايمين، إن نتخلص من كب البروتينات اللي هي صارت خربانة بالجسم. في نفس الوقت في فاكتور اسمه برين درايفد نيوروباثيك فاكتور، هذا الفاكتور كمان بيساعد كتير المخ، انه المخ يكون basically it improves the brain function، فبيساعد بالفانكشن، يعني ايش فانكشن؟ وظيفة الدماغ او عمل الدماغ. عمل الدماغ. فهذا الفاكتور لقوا كمان بالريسيرش انه لما الواحد يعمل نوع من الانترميتنت فاستنج بصير الجسم يقدر يعمل له من هذا الفاكتور اكثر واكثر. فهي طلعت عمليه الصوم مش بس بتفيد الجسم بس كمان بتفيد المخ، فالها فوائد هناك، بالاضافه انه الها فوائد كثير روحانيه spiritual، وهي الشغله كمان كثير مهمه. ففي ناس مثلا اللي هن مش عم بيصوموا بسبب رمضان صاروا يلاحظوا انه صارت تركيزهن اقوى بالشغل وجسمهن صار اقوى بسبب الصيام. والشغله الثالثه انه هي الصيام نوع من الديتوكس. يعني ايش الديتوكس؟ كلمه الديتوكس يعني انت عم تتخلص من كل السموم، سموم اي ثينك هي يس سموم يس يس من كل السموم اللي صارت اللي صارت فايدة، يعني صارت فوق كتير، صارت عالية بالجسم، تتخلص منها كمان من الصيام. فالصوم كتير له benefits. طبعا من أهم كمان البنفيتس يمكن الطاقة، اللي هي الناس الناس اللي بتتوقع إنه بتروح الطاقة منها برمضان، بس هي فعليا اللي بشعر إنه ما بيستفيد وما بتزيد طاقته في رمضان أكيد لازم يعرف إنه عم بتسحر وعم بفطر أشياء خطأ. يعني هذه دايركت سيجنال لك. يلا روح، أنت عم بتسوي شيء غلط. فقد تكون يعني قد تكون أمراض تانية، بس قد تكون إنه السحور والهذا. طبعا هبة بتسأل عن الكيتو، وهذا يمكن سؤال كتير راح ينسأل. الكيتو دايت شو رأيك فيه؟ هل هو أسلوب غذائي لوقت طويل نسبياً؟ أم يجب أن نتوقف عند الوصول للوزن المطلوب وبعد كده نتوقف؟ وهل بيأثر على الكبد؟ أسئلة مهمة. كتير مهم الكيتو دايت، يعني دايماً 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 بيجي أسئلة عن الكيتو دايت. So أول إشي أحب أنه أوضح كتير، الدايت اللي هي بتكون بالانسد هي الدايت اللي للإنسان اللي هو صحيح ما عنده أي أمراض تانية. هاي الدايت اللي رح تسقم معاه for a much longer period of time. هلأ ممكن كتير في ناس بيلاقوا بيقدر جسمهم ينزل وزنه بسرعة مع الكيتو دايت، في ناس حسب إذا كانت مريضة ممكن كمان تقدر تستفيد من الكيتو دايت كتير. الكيتو دايت هي عبارة عن دايت فيها نسبة من البروتين ونسبة من الدهون بتكون كتير عالية، بس السكريات سواء كانت من الخبز من الرز أو من السكر العادي بتكون كتير كتير قليلة. فبسبب هاي بسبب هذا different balance، يعني بسبب هاي الشغلة كلها بتصير بتحول الجسم، بتحول كيف الواحد بقدر يحرق دهونه بجسمه، بتحطه بفيز اسمه الكيتوسيس. ففي هذا الوقت الجسم عم بصير بغير طريقة حرق الدهون، فعشان هيك في ناس مثلا تقدر تنزل وزنها كتير بسرعة بالكيتو. هلأ it has to be mentioned إنه يمكن هاي الدايت ما تكون صحية لكل حدا، وكمان في إلها عوارض الدايت هاي. في شغلة اسمه زي الكيتو فلو، ممكن ناس كتير تحس إنها مرضت، إنه كأنه جسمها عم بيعاني لأنه أنتوا حطيتوا جسمكم في إشي that's not very normal، إنه حطيتوه في كيتوسيس، ف it's a different phase أو stage.
لما أنا كنت رحت على هالفاكس I was doing like a shadowing مع دكتور هناك وشفت إنه كانوا عم بيستخدموا الكيتو دايت بهذيك العيادة بهالفاكس خاصة للي بيكون عندهم مريضين بالسكر وعندهم سكري والكيتو دايت كانت عم بتفيدهم هناك لهدول البيشنتس بسبب انه هدول الناس بطلوا ياكلوا سكر او صار كثير ليميت الاماونت اوف شوجر وهن الناس اللي بيكون عندهم دايابيتيز او مريضين سكر بيكون عندهم مشكله اصلا في ريجوليت في تنظيم البلد شوجر ليفلز ففي ناس كثير اللي عندهم مشاكل هيك ممكن جسمهن يقدر يستوعب الكيتو دايت في طريقه احسن. هل هاي الدايت أنا مثلاً بقدر أحكي إنه الواحد إذا عمل كيتو دايت لازم يضلوا عليها طول حياته؟ I don't think أي extreme diet هي بتكون إشي كتير healthy لإنسان ما عنده reason إنه يكون عليها هاي الدايت. يعني هي الحياة حلوة بالبالانس وإذا جسمك بقدر يتحمل البالانس وإحنا منعامل جسمنا بهاي الطريقة هاي الشغلة كتير كمان مهمة. So I hope that answers the question. هل في له تأثير على الكبد؟ يعني في الآن بعض الدراسات عم تحكي إنه للأسف لأنه الناس عم بتزيد بكمية الفات كتير فيها. والكيتوز هو أصلاً يعني بفرز في الكبد فأكيد ممكن طبعاً عشان هيك بقول لك you have زي ما حكت الدكتورة ميسم إنه you have to ما تطول في أي دايت لأنه بتحرم حالك من عنصر مهم في الجسد وبتحتاجه. في سؤال هل بتنصحوا بصوم الأطفال أقل من 10 سنين؟ أنا بديت أصوم على 6 ما بعرف شو رأيك؟ كنا نصوم صومة العصافير كان عودوهن عودوهن عشان من ال I would say من ناحية ال يحسوا حالهن مع الفاميلي يحسوا حالهن يعني part of المجتمع اللي حايش معاهن بالبيت إنه يعني عملتوا شغلة يعني تشجيع نوع من تشجيع بس وحسب كل طفل يعني هو أصلاً إذا بديتوا معاهن سنة ورا سنة على صومة العصافير يعني أنت بس صوم مثلاً لـ12 أو للوحدة وكتر خير الله بعديها هو بصير يتشجع الطفل لأنه عم بيشوف عندنا مثل بالإنجليزي بنقوله monkey see monkey do يعني القرد بس يشوف إشي رح يحاول يقلده. طبعاً هني ما شاء الله عليهن مش إنه المقارنة إنه الأولاد قرود لا اسم الله عليهن الله يحميهن بس إنه it means يعني الولد الصغير هو رح يقلد رح يحاول الكبار شو ما عم بيشوف الكبار بيعملوا رح يحاول يقلد فبعد هاي الصومة العصافير هو رح يصير يطالب إنه بده يصوم الصوم الكامل ومش ضروري يصوم كل الشهر يعني فيكو أنتوا بس تشوفوا إنه الطفل عنده إرادة بده يحاول يصوم وقت ما بقدر طولوا له صومة العصافير شوي كمان شوي كمان لحتى ما بعدين يقدر يصوم الصيام كله. يا هو يعني لازم تدرج، احنا كلنا تدرجنا واعتقد يعني كلنا تعلمنا على نفس الطريقة يعني فشوي شوي يا طيب طبعا الدكتور بيحكي انه الصيام لازم يكون صيام النفس مع الجسد وهذا شيء مهم لانه الحالة النفسية والروحانية من الصيام هي مهمة جدا. برضو الدكتور طبعا دكتور محمود هو اخصائي فيزيوثيرابي فهو دائما بيساعدنا بالشغلات هاي. الراحة والصيام النفسي هو التواصل مع الله وعمل الخير وإزالة كل السموم والطاقة السلبية. نعم دكتور صدقت كثير. طيب احنا كتبت مقالة انا حطينا فيها 20 خطأ بنرتكبه في رمضان، هحط لكم الرابط تبعها اسفل هذا، فمش هنحكي عن هاي الاخطاء عشان الوقت بلاش نضيع وقتكم، هنحكي اهم النصائح من قبل الدكتورة ميسم لجمهورنا في رمضان، ايش يسووا، ايش الاشياء اللي انت بتشوفيها فعلا اخطاء فظيعه ممكن يسووها؟ اخطاء فظيحه بس طيبه حتكون يعني ممكن ما يعجبه. اوكي اول شيء زي ما تفضلتوا من قبل انه احنا ممكن ما بنشرب مي كفايه في هذا ما بين الافطار والسحور، هاي شغله مهمه، ركزوا على شرب الماء في طريقه كافيه. حاولوا إذا بتقدروا مثلا ما تكون إنكم عم تشربوا كل المي في آخر ربع ساعة قبل السحور، إنه حاولوا تكون عم تشربوا المي في طريقة تدريجية خلال ما بين الإفطار لوقت السحور.
عشان الجسم يقدر يمتصه، ما يكونش هيك مرة واحدة مي مرة واحدة على الجسم. الشغلة الثانية إنه السحور كتير 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 مهم، عشان نحاول نخلي السكريات اللي هي بالدم تكون balanced أو متنظمة خلال النهار. الطريقة اللي احنا بنقدر نعملها انه ناكل على وقت السحور اكل فيه يكون نوع من البروتين، يكون يعني نوعا ما عالي، نوع من الهيلثي فات يكون نوعا ما عالي. فاحنا حكينا كثير عن انواع البروتين، انه فيك تاخذ بروتين يكون كثير منيح من المكسرات اللي هي بتكون مش محمصة، من اللحمة، اللحوم، الدجاج، السمك، الأسماك، هاي الأشياء، من اللبن كمان، اللبن اليوناني specifically ممكن يكون فيه بروتين كتير منيح. والبقول، نعم الحبوب، البقول، أيوة، yes مع العدس وهاي الأشياء والحمص وهاي الأشياء. والهيلثي فاتس، زيت الزيتون، الأفوكادوز إذا بنقدر ناكل أفوكادوز. على فكرة أنا عملت 4 week meal plan للسحور، إذا أي حدا كتير يعني is very interested. I have the link on my Instagram، أو إذا أي حدا بحب يعني يتواصل معي بعدين أو معك يا دكتور، I'm more than happy to share it. عملت بلان لأربع أسابيع اللي هي برمضان، إنه إيش هي الأكلات اللي بتقدروا تحضروها كتير بطريقة كتير سهلة، وفيها هاي الأنواع من الغذاء تكون في in good quantities وhealthy way. وإذا بيكون في واحد زي مثلاً ما بحب كتير يقوم على وقت السحور، حضروا إشي اسمه سموذي قبل بوقت. فهاي بتكون أنتوا بتخلطوا اللبن أو بتخلطوا الحليب، حليب اللوز أو حليب الكاشو، بتحطوا فيه البروتين هي اللي هي handful of your nuts المكسرات وتخلطوها. ولما يكون أنا بحس الشغلة مخلوطة in a drink، يعني تشربوا شرب أسهل على السحور من إنكم تقوموا وتقعدوا شو بتفكروا شو بدكم تعملوا. فيكون عندكم plan already من قبل بالنهار إنه شو بدكم تسووا على السحور. ثالث شغلة وقت الفطور، نحاول قد ما بنقدر نبدأ فطورنا بإشي دافئ. إذا كان نقدر ناكل شوربة، هاي شغلة كتير مهمة. من الناحية الطب الصيني دايماً بيأمنوا يعني في وقت الشتاء لازم الواحد يأكل إشي يكون دافي ويكون مطبوخ كتير. فهي فائدة الشوربة مش بس إنها دافية، بس إنها مطبوخة كتير، فبتكون بتسهل على عملية الهضم. عشان هيك إحنا منحس إنها الشوربة بتكون خفيفة على المعدة، لأنها عملية الهضم صارت يعني صرنا بدينها كيف، لأنه طبخناها، طبخين الشوربة، طبخين الخضرة كتير. But it's a lot easier للواحد يقدر to digest it. فإذا بتقدروا تبدوا الإفطار مع كاسة شوربة بعد ما تفطروا مع تمرة أو مي، تشربوا مي، هاي كمان شغلة كتير مهمة، بلس إنها بتدفي الجسم. ولما بدكم تاكلوا تحاولوا تخففوا من الخبز ومن الرز، وتحاولوا تاكلوا خضرة وتاكلوا بروتين كمان كتير نسبته عالية. خففوا من القطايف ومن الكنافة، وكلوا الحلويات اللي هي بتقدروا نقدر ناخدها من الفواكه طبيعية. لأنه إذا أنا عم باكل مثلا موزة أو مانجو، صح فيها سكر، بس رح يكون فيها البنفت، الفائدة الإضافية إنه فيها ألياف كمان هاي الفواكه. بس إذا أنا مثلا أكلت دبيت بالكنافة أو بالقطايف، صحية طيبة رح تكون بس ما فيها ألياف. ما في الألياف بتساعد كمان على تنظيم blood sugar levels أو السكر اللي بالدم. فعشان هيك بنحاول إنه ناكل الفواكه أو ناخد السكر من الفواكه. بلس إنه معظم هاي الفواكه دكتورة زي الموز والفواكه المجففة فيها كمية بوتاسيوم عالية. هاي كمية البوتاسيوم تمنع يعني الموز من الشغلات اللي كتير كويسة، يعني زي ما حكيتي انت بالشيك حط لك كمان موزة، كويسة للجسم، بتخليك ما تشعر في الجوع وبتعطيك بوتاسيوم، وهذا مهم جدا. على موضوع الشوربة، يعني انا بحكي للدكتور محمود، فما بالك هيك شوربة مطبوخة بفخارة على فحم
خشب طبعا بحط حطب كل يوم بحط لنا الطبخات اللي بطبخها الدكتور محمود بجنن. لازم عزومة بعد الكورنتين. والله انا جاي انا والدكتوره ميسا وعائلتنا وعائلتها عندك يا دكتور. رح يبطل يحط صور. لا دكتور فيه البركه. طبعا ميسا بتقول لك شوربة خفاش. والله يعني بروتين معي. طبعا انا بدي اعطي اخر دقيقه للدكتوره ميسم، بس انا يعني كثير مبسوط من هذا اللقاء، كان سلس وحلو. بشكر جميع اللي كانوا معنا متابعين، اللي سالوا واللي سلموا علينا واللي تفرجوا علينا. دكتوره ميسم اذا بتحبي تحكي اي شيء للمتابعين ولجمهورك، برضو ذكرينا بالانستغرام تبعك، اكيد لازم نتابعك. يا اهلا وسهلا فيكم. الانستغرام تبعني تبعي دكتور ميسم، سو دكتور ميسم اندرسكور ان دي. اذا عندكم تشات ممكن اكتبه بالتشات، اي دونت نو اذا بقدر كل حدا يشوفه بالتشات ولا لا، بس اي كان شير ات ذير. شكرا كثير لكم، كل عام وانتم بخير. انا كثير انبسطت انه تعرفت عليكم، وان شاء الله تكونوا قدرتوا تستفيدوا من الحكي تبعنا، هذا اهم شيء. وشكرا لك يا دكتور جمال، وان شاء الله كل عام وانتم بألف خير يا رب، وان شاء الله السنه الجايه هيك تكون العالم عنده different circumstances ونقدر نتشاوف in person يعني. إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله رب العالمين. بشكركم جميعا، وبشكر الدكتورة باسمكم وباسم الأستاذ محمد تميمي، بشكر الدكتورة ميسام اللي كانت معنا وعطتنا وقتها. شكرا جزيلا لكل اللي كانوا موجودين واللي سألوا واللي استفسروا. بذكركم بلقاء غدا راح يكون عندنا الأسر المنتجة مع الأستاذ محمد تميمي والأستاذ خالد القدرة، الساعة 10 مساء. الساعة 6 مساء راح يكون معنا حلقة متميزة مع صديق الكتاب وحبيبه الأستاذ محمد عيسى، راح يتكلم لنا عن كتاب قرأه، لخص لنا إياه، يحكي عن حبه للمطالعة. وما تنسوا أنه إفطار أو الأذان راح يبدأ من الساعة 7:30 مع فترة القرآن والأذان، ونستمر بعدها. حابين نشوفكم كل دقيقة، لكن الله بعيننا من هالفترة الكورونا، فنتمنى لكم كل الخير. مشكورين كتير، تصبحوا على خير.